بقول لك انا متابعك برضو امير، وشايف اسلوب جديد في التدريب، وبرضو فكره انك ما عندكش مشكله انك يعني بتوري كل المحبين كره القدم الاسلوب الجديد اللي انت بتعمله. مش قلقان ان في حد ممكن ياخد التدريبات بتاعتك ولا حاجه، الامور ماشيه ما شاء الله معاك، برضو ربنا يوفقك امير. ربنا يخليك يا كابتن. وانت زي ما بتقول، يمكن انا يا كابتن الفتره دي الحمد لله عاملين فتره عليها كويسه. استعنا برضو بمدرب لياقه بدنيه من اليونان جه معانا الفتره دي، ويمكن هو كان مدربي وانا بلعب، واشتغل في نادي الزمالك قبل كده، والحمد لله يمكن عاملين فتره عليها كويسه وربنا يسعد باذن شايفك الله. شايفك في الصحراء. اه لا، ما بنروح بقى الرمل شويه كده، شقه اه شقه شقه 5 الصبح كده، فربنا يكرم، بس يكون المجهود ده اللي بيتبذل باذن الله، ربنا يكرمنا باذن الله ويوفقنا ونعمل ان شاء الله السنه كويسه. صعود ان شاء الله كابتن، ده الهدف. يا بص يا كابتن، والله انا بنكون فرقه كويسه، بنعمل فتره اعداد كويسه، وربنا يسهل يعني. هي برضو عايزين برضو ايه زي ما بقول لك، نعمل فرقه كويسه ومن خلاله ان شاء الله نبدا بقى الطموح، ان شاء الله من خلال النتائج ان شاء الله ايجابيه باذن الله، نعمل نتائج كويسه اللي نقدر نساعدنا او ننافس على الصعود ان شاء الله. ان شاء الله امير، كل التوفيق ليك والجهاز الفني، وسلمنا على امير عبد الحميد حبيب. طيب ربنا يخليك. خليني اسالك الاول كابتن امير، ورايك في فكره يعني وجود مصطفى محمد في الدوري التركي، وانتقاله او كان شبه انتقاله للدوري الفرنسي وده ما حصلش حتى الان. يعني الفكره نفسها، هل ده في مصلحه مصطفى محمد؟ هل في مصلحه مصطفى محمد انه يبقى بقى في الدوري التركي بعد تالقه الى حد ما في الوقت اللي فات؟ كابتن امير، رايك في الوضع بالنسبه لمصطفى؟ بص يا كابتن، انا شايف طبعا في الاول والاخر هي القصه كلها قصه عقود، يعني الناس كلها يعني حصل لغط اللي يقول لك ما ينفعش يطلع غير ب مثلا باذن من الزمالك، الله اعلم العقود اللي مكتوب فيها او كذا، لكن انا في الاول والاخر زي ما قلت لك يا كابتن، انا شايف ان مصطفى محمد لما اشتغل في تركيا اول ما راح اشتغل بشكل كويس، يمكن الفترة الأخيرة يمكن حتى كان في ماتشات ما كانش مشارك بصفة أساسية، واللي احنا سمعناه اللي ممكن يروح صفقة بدلية مع لعيب راح من بوردو. فأنا شايف الدوري الفرنسي طبعا دوري محترم، دوري دلوقتي أحسن لعيب في العالم راح ليه، هو طبعا ميسي وكل حاجة، لكن أنا شايف إن هي ممكن تكون انتقال كويس، لكن زي ما قلت لك لازم يبقى عن طريق نادي الزمالك أو عن طريق القنوات الشرعية، فربنا يكرم إن شاء الله. وفي الأول والآخر اللي في مصلحة اللعيب وفي مصلحة نادي الزمالك الأول هو اللي يحصل يعني إن شاء الله. يعني فكرة ان مصطفى مطلوب في الدوري الفرنسي كابتن امير، هل بتشوف ان يعني هو الناس هناك شايفة ان مصطفى هيبقى ناجح بشكل كبير في هذا الدوري؟ بص يا كابتن، مصطفى كويس ومن الفراوده المهمه جدا، وراجل لما راح الدوري التركي خلي بالك برضه، عشان انت طبعا انت لعبت في الدوري التركي والناس في مصر هنا كل حاجه يقول لك الدوري التركي من اقوى دوري قوي، لما بتلعب في جلطة سراي، جلطة سراي ده من اكبر نادي في تركيا هو فنربخشة، ففي قصه ثانيه خالص. لما تروح تلعب في حته زي جلطة سراي وتعمل شكل كويس في اول 6 شهور وتلعب اساسي وتجيب اجوان، دي حاجه مش سهله. لا مصطفى حلو وكويس وكل حاجه، لكن انا شايف الامكانيات تقدر تلعبه في اي حته، لكن في نفس الوقت لازم يكون في تركيز منه ولازم يؤدي بشكل جيد فترات طويله مش فتره معينه. لكن هو مصطفى عنده الامكانيات يا كابتن فاروق، لا الراجل بيلعب دماغه كويس، راجل ما شاء الله بنيانه قوي، راجل لما بيحط وش رجله في الكرة بيشوف بشكل كويس، فعنده امكانيات، لكن زي ما قلت لك هي لازم يبقى في استمراريه ولازم يبقى في تركيز اللي من خلاله يقدر يطلع من نادي لنادي او من دوري لدوري ان شاء الله. طيب خليني اسالك في حاجه كابتن امير واخد وجهه نظرك، انت راجل احترفت في الدوريات الاوروبيه ايضا. مصطفى محمد وقيمته الماليه والسوقيه في العالم دلوقتي، هل هو يستحق ان هو ينتقل بالمبلغ ال 4 مليون؟ يعني احنا بنشوف النادي الاهلي متمسك جدا مثلا بديانج مع انديه كتير ومنها جالاتا سراي بمثلا مبلغ ال 8 مليون او ايا كان، النادي الاهلي هو حاطط مبلغ والمبلغ ده شايفه هو اللي يليق باسم اللاعب بتاعه. هل بتشوف ان مصطفى محمد في امضاء عقوده مع جالاتا سراي كان نادي الزمالك كان المفروض يحط مبلغ اكبر من المبلغ ده؟ طبعا انا بتفق معاك، طبعا لازم يبقى سند، يعني انا شايف ان مصطفى لا كان مصطفى ممكن يطلع بمبلغ اكثر من اللي طلع، يعني انا شايف الرقم ده. لكن في نفس الوقت يا كابتن انت النهارده لما بتتكلم على مصطفى اللي طلع مثلا لما يروح بوردو من جلطة سراي بمبلغ كبير، ده طبيعي جدا ان انت طالع من دوري في اوروبا على دوري في اوروبا. لكن اللي هو مش طبيعي اللي انت تطلع من الدوري المصري لاوروبا بمبلغ كبير قوي، لكن في نفس الوقت انت لعيب طالع لعيب دولي، لاعب منتخب مصر الاول، راجل بيلعب في اكبر يعتبر من اكبر فرق في اوروبا، فطبيعي اللي يبقى فيه مبلغ كويس. لكن في نفس الوقت اما اللعيبه بتطلع زي محمد صلاح يا كابتن، اما طلع من المقاولين لما طلع على بازل
غير ما يطلع من بازل على تشيلسي. بيحصل اختلاف ليه؟ في اوروبا الناس كلها بتبص على بعض والماتشات كلها ومذاعه وكل حاجه، لكن انت برضه الدوري المصري ممكن يكون بعيد شويه عن الكره الاوروبيه. لكن انا شايف سعر مصطفى محمد اللي يوصل مثلا ممكن 4 مليون يورو زي ما انت بتقول دلوقتي في الفتره دي من جالاتا سراي لبوردو، لا انا شايف المبلغ كويس قوي. وفي نفس الوقت انت بتتكلم على اليو ديانج، اه لعيب كويس وكل حاجه، لكن انا شايف ان ممكن مبلغ يكون كبير قوي اللي انت تطلع منه من الدوري المصري على الدوري التركي. لكن هي في الاول والاخر الموضوع بيبقى عرض وطلب، في الاول والاخر بتبقى اولويات من 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 مجلس اداره. في نفس الوقت برضو انا النهارده ممكن اكون عايز احتفظ باللاعب بتاعي، مش عايز ابيعه، فممكن اعلي على الفرقه الثانيه او اقفل الموضوع اللي انا اعلي الرقم عشان اللاعب ما يمشيش عنه. امير خليني اكمل لك، واحنا في نادي الزمالك وحتى الان طبعا فرحه جماهير نادي الزمالك، فرحه المسؤولين وفرحه اللاعبين ببطوله الدوري، لكن التفكير في الموسم القادم واللاعبين، يعني فكره استمرار اوباما او عدم استمراره، فكره وجود اللاعبين الجدد، يعني نادي الزمالك صفقه عمر كمال عبد الواحد ورايك فيها، وهل الشكل اللي احنا شفناه للفريق هيستمر ونفس الطموح ويستمر من وجهه نظر امير؟ بص يا كابتن، انا في وجهه نظري يا كابتن فاروق، لو انت عايز تفكر في الموسم الجاي لازم تفكر فيه من دلوقتي، ما تفكرش فيه بعد مثلا شهر او لا، من بعد اخر مباراه لازم يبدا التخطيط، ولازم يبدا ازاي احافظ على البطوله، ولازم يبدا ان انا ازاي احافظ على البطوله واعمل شكل فريق وكل حاجه. لكن في نفس الوقت يا كابتن فاروق، انا شايف ان التدعيمات لازم تبقى في المراكز اللي انا محتاجها، او التدعيمات في المراكز اللي انا ممكن عندي نقص فيها. مش هي تدعيمات وخلاص عشان انا النهارده ارضي السوق اللي عندي او اقول للناس ان انا جبت صفقات. انا بالنسبه لي عمر كمال عبد الواحد لعيب كويس جدا، بيأدي بشكل جيد في 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 مع النادي المصري، وهيبقى اضافه للنادي الزمالك. لكن السؤال اللي انا بقول لك عليه، انت النهارده مثلا دعمت مركز زي ده، انت النهارده عندك في المركز ده عندك بن شرقي، عندك زيزو، عندك مصطفى فتحي عمل موسم جميل جدا مع سموحه، عندك نجم ممكن يرجع لك. فانت في المكان ده، يمكن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت كابتن فاروق، اللي كان بيحصل تخمه في المكان ده اللي من خلاله في واحد زي مصطفى فتحي مثلا ممكن ما كانش بياخد فرصه، لما خد الفرصه في سموحه راح منتخب مصر. ده اللي بتكلم فيه. فانا شايف ان في مراكز ممكن مش محتاجين دعم فيها، وفي مراكز لا احنا محتاجين، النادي الزمالك محتاج دعم فيها. يعني زي ايه كابتن مثلا؟ زي ايه؟ يعني انت النهارده مثلا انت طلعت محمد عبد السلام راح الاتحاد السكندري، انت محتاج واحد مع الونش ومع محمود علاء ومع مع عبد الغني. انا ممكن شايف النهارده اللي انت ممكن محتاج واحد يبقى مع طارق حامد، بحيث ان طارق بيلعب بصفه اساسيه ما شاء الله عليه بقاله 5 6 سنين، محتاج واحد لما طارق يكونش موجود واحد يبقى بديل ليه. محتاج واحد برده ممكن رقم 8 مكان موجود يبقى مع امام. انا فاضل 9 ايام يا كابتن القيد يقفل. ما ده اللي بتكلم فيه. بص يا كابتن، هو ده اللي بتكلم فيه، ده لازم التحضير ده يا كابتن فاروق يبقى بادئ مش من 9 ايام، لازم بيبقى بادئ على الاقل قبل ما الدوري يخلص. لكن الله اعلم، ممكن يكون نادي الزمالك متعاقد مع لعيبه، ممكن يكون هيخلص لعيبه. انا في وجهه نظري انا اتمنى عبد الله السعيد يبقى ليه دور في نادي. لسه كنت اسالك في ده كابتن عبد الله طبعا. وطبعا لا بص يا كابتن، انا شايف عبد الله السعيد برده السنه دي، ممكن الناس تقول لك ايه مش زي السنه اللي فاتت، لكن انا شايفه السنه دي برده من افضل اللعيبه في الدوري المصري بامانه. الراجل عنده شخصيه، راجل بصير كويس، بيلعب التوابيت كويس مع فرقه زي فرقه نادي الزمالك. لا عبد الله ممكن ينور اكتر من السنه دي اما يكون موجود. فانا اتمنى، انا امنيه شخصيه، اتمنى ان عبد الله السعيد يكون موجود في نادي الزمالك الفتره الجايه. والكلام على رمضان صبحي يا كابتن، هل ممكن رمضان لو يعني لو انتقل لنادي الزمالك يدي الافاده المطلوبه للفريق؟ بص يا كابتن، رمضان لعيب كبير، هو رمضان اكيد بيبقى افاده لاي فرقه يلعب فيها، ورمضان انا في وجهه نظري من افضل اللعيبه في مصر حاليا، حتى رغم الناس ممكن يقول لك في بيراميدز ما اداش ممكن الناس مستنيه، لا انا شايف اللي برضه لعيب كويس، لعيب عنده شخصيه، وده شفناه في لما كان موجود في النادي الاهلي، وشفناه في المنتخب الاولمبي. لكن انا شايف برضه في الاول والاخر هي بترجع كابتن للقيمه او للقيمه الماديه اللي ممكن رمضان يجي بيها. هل نادي الزمالك عنده سيوله؟ هل نادي الزمالك يقدر يشتري بيه مبلغ كبير؟ هل لكن رمضان لا، لو بنفكر او اي نادي بيفكر فيه اكيد رمضان هيبقى طبعا اضافه لنادي الزمالك، ولاعيب كبير ولاعيب عنده شخصيه وصغير في السن، اكيد هيفيد نادي الزمالك.